بسم الله الرحمن الرحيم. القرعة كي توصل معناها تتأهل دور المجموعات معناها ما فماش اختيار في القرعة أكيد جدا، وأنا بستنى الفرق الكل تجي معاك، ولا بأنه تربيات كثيرة، تعرف أنت التربيات ديما عندها حساسية، بتبيع مجموعة معناها اللي فيها تقريبا الفرق بكل فرق عربية وفي ثلاثة فرق من شمال افريقيا، هذا ما يخلي معناها مجموعة باش تكون معناها شديد التنافس، وان شاء الله نحن حاضرين جاهزين ان شاء الله نكونوا مازال شهر، تعرف مننا حتى الوقت هذاك نشوفوا معناها الفورما والجورجي، وان شاء الله تبعد علينا الاصابات، وان شاء الله نبدأ في احسن حال ان شاء الله، وعندنا حضور كامل.